والأمر يومئذ. لا مش عطيش طنوبية صافي تخلية صافي مش مشكلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس الله يبارك فيك، الله يكفيك. صحتكم لاباس؟ لا بس الحمد الله لله، يكبر فيك. الحمد جزنا لله بيان ولحقنا بخير الحمد لله. الحمد لله. تفضلي. الحمد لله. بارك الله فيك ميرسي، بارك الله فيك. نسحب بركم مليح. لا 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 لا. طيب تكلمت معاه شويه في الهاتف، شغل انسيستيت شويه على ال واو واو. شيخي فاهم من المغرب بيان سور، واحد يتفهم باللي الخوف لازم يكون سي نورمال. لا احنا تما كون ناخذ الاحتياطات تاعنا. احكي لي شنو الموضوع الأعراض اللي عندكم من الأول. واه واه واه. لي غراف. دونك عندي ما نفقدش الوعي أثناء الرقية ديجا، نحس كلش. دائما. دائما نحس. حمل مرتين وإسقاط مرتين مبكرا. ترى مبكرا. 6 سمانات 5 سمان نحبس. تزوجنا في 2012. بداية الأعراض كانوا أبخي في 2014، دونك عامين أبخي ما تزوجنا. بدينا نرقو في 2018 حتى لدركا نرقو. أون إيساي دو شاك فوا نرقو أو موان أون فوا باغ موا. من قبل كنت مام نسمع بخاسك تو لي جور أشريطة تاوعك تاع لوقات واحد أخرين. الاعراض هذه قبل ما نبداو نرقو من 2014 حتى 2018 ابخي. ديجا الحاجه الاولى فقدنا عطر اثناء التحضير للزواج. العطر كان مع الجهاز. دابا بقي معايا باش من دابا من 2014 ل 2018 شنو وقعك في هذه الفتره ديال الرقيه؟ كي كنت نرقي 2018 في 2018 باش بديت نرقي. 2018 علاش بديتي؟ دونك هذه قبل 2018 فقدنا عطر، فقد زوجي فقد سروال تاعو مع البنات حقيقة.
وما كناش على ما كناش كاع دايرين في بالنا حتى حاجه، حتى بدينا نرقد باش بدينا نتفكروا واش صار لنا. واش كان يسالنا مغربي كنا ما كناش ناخذوا بجديه، كلش على اختفاء من شفت الوجه سيرفيات. رحنا لدار الاهل اهل الزوج، نشرتها رحت نجيبها، قالوا لي ما شفناهاش. ومن بعد عام ولا عامين موراها رجعوها لي مسورة بلوط جافيل وفيها الدم، باسكو الدم ما يروحش بلوط جافيل. بعد عام قطع عام ولا عامين. المهم هذيك كنت نرقي ويقول بدا يقول سربيتا سربيتا سربيتا، ظهور حبوب كبيرة صباح العرس. مور ما تزوجنا لأن هذو اللي حبات حتى وليت نروح ندير لوبيطال ندير لي حقن حقن. أنا قلت ناموس بصح هو ما قرصوش، تساقط الشعر عندي. هاد الحبوب ليلة الصباح ديال العرس، صباح العرس وقبل في الليل ما كانوش، ما كان والو، عادي كتي عادي 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 في الصباح بانوا كبار. أمي تشوف ماشي كبار هكذا، يعني كبار بزاف. كبار ومازالهم دوكا يخرجوا لي خطا على خطا كي نرقي، كيخليو هذيك لي طاش يخليو دوك البقر. عندي وحده هنا، عندي وحده هنا هذه غير كيما حتى في الصباح ديالك، حتى في الصباح يتنفخ يعني في المنطقه الحساسه وغير الحساسه. غير الحساسه هذه شحال عندها؟ ثلاث جوج مثلا جوج هنا، جميع الحبه هنا يعني في كل المناطق. هذه في صباح العرس قلنا بلك عين بلك ناموس قرصني انا هو الى مارياجي ما لاباس. تساقط الشعر عندي بزاف صح الحمد لله شعري كاين. نقص فجائي في النظر، كنت نشوف مليح 10/10. من بعد 2013-2014 وليت ما نقدرش ميم با نشوف في المترو، ما نقدرش نقرا هذوك الارقام الكبار باش نروح وين. كي رحت عند الميدسا قال لي بلي هذا نورمالمون تزيدي به جينيتيك من صغرك وعندك. قلت له ما نو جامي. خوتك عاديين؟ خوتي عاديين. ايوا صافي واضح. شكرا. صافي. الام واضطرابات في الدوره الشهريه من قبل كانت نورمال، ومن بعد ولاو كاين اضطرابات والام. وكاين حاجه ظهور بقع حمراء بعد الاستحمام غير في لا بارتي اوت تاع الجسم وشويه في الظهر وشويه هنا في اليدين، وما كانتش عندي هذه من قبل. كي ندوش يخرجوا لي بقع. يعني بعد الاغتسال. ايه بعد الاغتسال. في الظهر وفين؟ في اعلى الجسد. في اعلى الجسد في الصدر في البطن وهنايا شويه في الايدي. واضح. يخرجوا حمراء ما يبطاوش بزاف تمتم ساغرات ان بو. ما كانش عندي مقبل بدات اليرجي على رياباري جو سي با. مشيتي عند طبيب حساسيه قال لك عادي؟ نو ما مشيتش عند ميدسان. انت حتى وليتي عارف الامور كيفاش عامله. صافي فهمتها. لا صافي واضح. هادو الاعراض قبل ما نبدا الرقيه في الجسم وفوش فقدنا. ومن بعد كاين اعراض واحده اخرى النفور من الزوج. هذه النفور من الزوج انت بدا بالضبط؟ هادو ما بداوش في دي في 2014 هكذا، يعني دابا المشاكل كلها بدات في 2014 هكذا. وانت تزوجتوا نتوما في 2012؟ يعني بعد عامين. عامين عام. صافي فهمت. شجار بدون سبب. عزبه. الزوج لا يستطيع النظر الى وجه زوجته كما كتبها. احيانا جات عليا من بيريود وين كنا ناكلوا ما حسوش ما با فيها نهضروا. وانا جافي غير ماركي وما كنتش نقول لك. نزاعات بعد العوده من زياره الاهل بزاف. وسوسه من جهه الزوج، نقعد غير نخمم نتوسوس نتهمه بدون سبب وما نقدرش نقول له، نتهمه يصراني خلاف ومن بعد حتى يروح يخرج ولا نقول واش هو يصرا. بصح كيكون كي يرجع ما نقدرش نقول له باش يعذبك باش يعذبك. عزله وبكاء بدون سبب، نقعد نقول له راني حابه نبكي. كنت ماكش ناخذها بجديه، كنقول لي حابب نبكي بالك مليح. هذا هو اللي وقع الناس بصح كنت كنعرفو. فقدان الثقه في النفس، وليت فاقده الثقه في النفس. شو كتعملي انت؟ انجينيور انفورماتيك. في البيريود هذه كانت دير الدكتوره تاعها وكان عندها بزاف مشاكل في الدراسه. كملتي؟ مازال ما كملت دوكا الحمد لله ما شاء الله. دونك في هذيك كانت عندي بزاف فقدان الثقه في النفس، عشان انا من قبل كنت الحمد لله من الاوائل ما شاء الله. ومن بعد في هذيك وليت مون بيغ يقول لي ديري دكتوره ديري. كي درت نقول له ما انا ماشي تاع دكتوره، كرهت نبكي ندخل من الباب نفتح الباب نبدا نبكي نخدم 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 في الفراغ. ومن بعد حسبت لي انا ماشي تاع دكتوره. هذا هو اللي وفي
الكوتي الصالات ما كنتش نرغب في الصالات، كنت نهرب نشد المصحف نحطوها كنقول من بعد نقرا. ملي تزوجت ما شديتش المصحف حتى دوكا تحسنت ملي وليت نرقي وليت الحمد لله. وشنو كيوقع لك ملي كتسمي تمسكي المصحف؟ ما نقدر نحطو ونقول من بعد وما ما توشهش. اي بعدوك عليه ما والو، عدم رغبه في الصالات، الرغبه غير في التزيون ونحب نلبس و... ما عندكش العاشقه؟ ممكن ما... ممكن ما بانش مليح، مي ممكن كان عندها ثيك بقعة زرقاء واحد الوقت. هذاك اثناء الرقيه قلتي كنت تمشي عند الرقاه وكانت شنو كيوقع لك بالضبط؟ دوك هذه راه قلتي طلعت تكلم كاينه تما. اوكي طيب يلا. صعوبات في طلب العلم هذه كما قلت لك، لقيت بزاف صعوبات، نحس انا روحي ما نافونسيش، نحما نافونسيش. هذه قبل الدكتوره؟ هذه في الدكتوره مور 2013 2014. ظهور حشرات في المطبخ، هذه ثانيك مع الحرص على نظافه المطبخ. وكاين اصوات في الثلاجه، دونك حنا في المطبخ ما كان عندنا حتى غيام، ماكش حشرات. ومن بعد بانيك في هذا بيريود هذيك، خرجوا لنا واحد شغل كي دبانه صغيره غير في المطبخ، درنا لهم المبيدات ما يقعدوا، ندير لهم بلاسبيراتور بالوحده حتى يخلصوا، يعاودوا يجوا مطبخ نظيف. شحال ديال الوقت باش كيرجعوا؟ في ذاك النهار ولا الغد اللي يبقاو يومين ثلاثه ايام. وخطره كي رحت نرقي، ما كنتش هو كان في البيت، انا رحت لدارنا نرقي. كي جينا لقينا سبحان الله نقصوا بزاف، من بعد ديزون مي دو طون يسون روفني. ممكن حنا برك وسوسنا، مي الله اعلم. ايه قلنا ونطتو، ولكن الوسواس يكون ما يكونش شيء مجرد واضح. صوت الثلاجه يعني. وحده تسمح تطرطق الثلاجه تطرطق. انا نشوف كي نقرا الدعاء، كي نقرا الدعاء الاحلام في الليل. كنت قبل ما نعرف باللي كنا نبدا نرقي نوم كيلاب، بزاف الكيلاب، نوم الذئاب اسبوع هذه مور ما بديت نرقي، نوم الثعابين وبشر يهاجموني نهرب، يحبوا يدخلوا للدار اللي نكون فيها يخوفوني. وكنت بزاف نوم روحي مع يما واختي، مع مير ايما سور. كنت نوم روحي بزاف مع حماتي وبنتها في نزاعات وفي احلام النوض مفزعه هكا، ونومها دير هكذا تشد مساسك ودير في لي بواط هكا سبعه، كل واحد تخدم له الشبك تاعو. من بعد انا نحيهم لها، هذه مور ما بديت نرقي نرميه لها، وبديت نقرا 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 نقرا. من بعد هي بدات تخبط في الارض، من بعد رحت وخليتها، عاودت ناضت ورحت بالتخبيه مور اختي. من بعد قلت لها رحت نجري موراها، من بعد كنت ننومها بزاف مام قبل ما بدأنا نلقي في شجارات وحاجات كانوا يفزعوني. واضح. كنت ننوم بزاف اعتداءات وإغراءات جسدية، نقصوا بزاف دغني عمر هذا. النوم روحي ناكل بزاف في المنام ونحضر أطعمة، يجي يقول لي طيبي الخبز وجيبي البن، ودوك نجو واحد يجي يهجم عليا للدار قولي طيبي الخبز والبن وروح جيبيه لنا وحنا نجيو نحموك. بعد كي يجي هذاك اللي يهجم على الدار واحد ما يجي يسلكني. بعد ماماغي قال لي ما تزيديش طيبي في المنام، دونك سيري ماكسيموم. هذا منام نشفالو لدركا، نمت قاعده في الكرسي وحده لابسه لبس الطبيبه، جات مسحت لي دارت لي رشتني في نيفي. لبس طبيبه؟ لابسه زعما طبيبه، ومرا سمينه، مرا شفيت لها سمينه وكانت شغل كودو كونفيونس هكا نعرفوها. وكاين المطرح تاعي، فراش تاعي وفراش تاع اختي، وفوقهم في زوج شغل ماشي ضفدع، حاجه تشبه للضفدع فوقي وفوق المطرح فوق اختي. بعد فتحت طاقه كبيره شفت النجوم، بعد هذوك النجوم بداو يقتربوا تحولوا حشرات وبداو يقرصوني. هذا المنام صافي واحد العام ولا عامين ما شفتلو. افعى تهجم عليا وانا شاده بليغه باش نضربها، وعلى بالي بلي البليغه ما تكفيش باش نضربها. ومن بعد جات الظلمه وراحت تخبات هي في الظلمه، وانا قعدت وين كاين الضوء ونصرا والو. نمت ثاني بحيوان بحري يخرج، كان شغل فخ، انا غير جست فوقه هو خرج كبير وقعد يمشي ويتبع فيا طويل، وكيش هذاك الحيوان اكزيستي جاي طويل وعنده سنانه وهكذا في وجهه. واختي اللي اختي نامت نفسه بصح منام واحد اخر وفي العامين بيريود. نمت سحر مدفون، هذا قبل ما نبدا الرقيه دلو
فيه صورتي، فيه حذاء زوجي، وفيه زوج هياكل عظمية ما بيش تاع أرنب ولا فيه صورتك وشنو حذاء الزوج؟ حذاء كشغل بليغة اللي يلبسها طويلة. نعم. وزوج هياكل عظمية. النوم أجنة ميتة مسلوخة، النوم دايما كيكون عندي راضيع ما نلقاش باش نرضعو حتى يموت حتى بالمجاعة، وهكا مخبي في بلاصة خطرات يسقط من يدي وما نلقاش. انتي والدة؟ لا نو. وشنو انتم اللي حابسين الانجاب؟ مع اللي حنا اللي حبسنا بعد هيك باسكو كان فيها مشاكل تاع الاوراق وما كانش عندها اوراق، ومن بعد حاولنا ومن بعد كي بدينا نحاولوا مرتين وفيه سقوط. المرة الأولى في رمضان، المرة الأولى في رمضان، المرة الثانية مور مرقينا سقطوا لك الأجل. وراه هذا هو اللي وقع لك واضح، هذا الأمانات كلها عدت عليك. طيب إذا حتى ما عندهم نصيب هذا الشيء. طيب واحد مش مشكل. ها شنو خلاته؟ انهم خيانة الزوج في المنام. ايه انهم بزاف خيانة ويجوا عندي باغ اكزومبل رجالة. خيانة منك انت ولا من هو؟ انت هو يخوني والنوم رجالة يقولوا لي شوفي ها هو يخونك اسمع روحي وخليه. هذا نشفى لهم هكا. نمت اختار ثاني عندي دم في لاغوب بلونش تاعي، وخالي وبابا داوها باش يسيو سقموها. زوج نسا اللي داروا الدم في هذاك في لاغوب بلونش. النوم اكل ديدان، نمت يوكلوني الديدان. نمت هذا جديد ما عنديش بزاف ديدان سوداء صغيره هكا تحت البشره وراقدين، وكاين وحده على وحده اختارت نوض بدات تحرك توجع. دوك انا نحيها بالجلد هكذا ما نسيت توجعني، ونقول لابي شوف تلمون صنفي مال راني نحي اللحم تاعي ونحي الدوده هذه. واضح. وكانوا كاينين واحد اخرين راقدين. واضح اختي واضح كلشي. نمت جيت عندك هنا ورقيت. ايوه هذه غير كيما شهر هذه مر مدينا ندخل في اتصالات معاه. ومن بعد كان يتمسخر، انت تهضر معاه هو يتمسخر. ومن بعد ما على باليش واش قلت له. ومن بعد خرج كي قلت له حاجه خرج من حسيت حاجه خرجت من وجهي من الفم من وجهي كاع حتى شف كي الغيمه عندها وجه انسان بصح تحت ماشي جسم انسان شغل كي الغيمه هكذا خارجه. ومن بعد ما بيش واش قلت لي قال لك كاين ثلاث حاجات قلاده وما شفتش واش ذكري نسيت سيت متفاش انا دائما كنشوفها راغده في ليت تريس هذه مهمه جدا شفت قال لك قلاده وما بيش واش وكي جيت باش نرقي قبل ما نرقي كنت راقده في فراش وكان راجل منا وراجل منا انا كنت في الوسط راقدين نعم. بالعكس تاعي نعم. واحد فيهم مهبول بعد انت جيت قلت لي يلا همشي نرقي لك هو ناض المهبول هذاك ناض يقول لك ما تديهاش ما تجيش ومن بعد ما بيش واش قلت له راح بعد انا قلت لك سنه دقيقه نلبس لباس مريم ونجي ومن بعد جيت وصرا واش حكيت لك تاع الرقيه شكون مريم ما على باليش باش تكون مصرانيه مي هذيك الوقت كانت تحفظ بزاف صوره مريم طيب نصار واه طيب كان نقول لك واش كاين اثناء الرقيه واش كان يصير علي دوك في البدايه كنت غير نصرخ عند ذكر العين والحسد على طالب العلم نحس والاخلاق نحس فمي ماشي فمي اللي ينفتح وزقا يخرج هكا كيما النار ما عندكش تخرج كي تفتح فما بزاف تاع صراخ كبير ماشي انا نحس ومن بعد ولا كاين ضرب نضرب هكذا كيقولوا الرحم والمبياض والاجهاض نبدا يضرب هكذا خطرات كان يمسح خطرات يضرب خطرات يمسح ومن بعد مور ما نرقي نحس الم من البطن الم هنا في بعد لو لوندومان نحس شغل ديك هوم كون شغل درت سبور يوجعني هنا يوجعني في رقبتي ثانيك وفي ظهري في الرقيه خطرات كاين بكاء شديد تحس واحد هكا خاشع خايف وخطرات هذا مع الاخر باش بدا يبان تحدي يعاود الهضره كي جيت رقيت هنا عند احد التلاميذ تاعك وسالوه قالوا انت الملك وشد يدي اليسرى وبدا يقول له هكا ودار ثاني خطره هكذا بدا يقول الاجن البكاء والصراخ عند ذكر سحر التفريق واعاده الكلام كيقول السحر مثلا يعاود السحر هكا قال مرشوش ودار خطره هكذا بدا قال ماكول ودار هكذا اش دار؟ دار هكذا ودار حتى للمعده حبس راح دار هكا بدا يفتح لوي اليدين والرجلين الاشاره الى الرقبه هكذا يدير هكذا بزاف وبعد خطرا دخل يدي وبدا نجبد من بعد دو موا ابخي درت ايكوغرافي
لقيت كازي اجينيزي هي عفسه تكون وراثيه ماشي وراثيه تصرا كي تكون جنين في بطن الام وحاله نادره هذا الكوتي صغير على هذا قريب ما اكزيستيش دونك اسكو كان يدير هكا على هذه ولا على حاجه واحده اخرى ما على باليش ممكن يدير ثاني يدير في العين وفي الراس الاشاره الى العين اليمنى هنا نخبط هكذا والراس هنا يدير رموز بالاصابع تاع الماسونيه وكاينه واحده اخرى هذه اللي دخل واحد برك هذه وخطات تاع الماسونيه ودرتها هذه وهذه دغنيوم اخر رقيه بدا يدير هكذا كي قال العين قال كبير 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 يدير هكذا ويدير هكذا يسجد كان يمت وين يبكي 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 وحتى يسجد ويشهد بالله فقط يشهد ما يشهدش بالرسول تمثيل الخروج نبدا ندير هكذا هكذا مي غدوه من داك المرقي يزيد يعاود كاين يضربني كيفاش يضربك هكذا هكذا ودانييرمون اخر ثاني رقيه رقيت وقتاش كنت نقرا القران نحس اون بول هنا في الرقبه انا نحبس ما كانش بعد كي قتلوا للراقي بدا يدير لي دعاء تاع قراءه القران والحفظ بدا يضربني ويقول له تحفظ تقرا تقرا وتقلقني وانا قلت لها ما تقرايش كي نذكروا السحر مدفون يمسح الارض ومقبلها بدا يحفر بسرعه كانت ما ابي اللي شوكي بسرعه ماشي انسانيه يدي تاع مخلو يحفر يحفر بسرعه غير انسانيه علاش كيفاش ايه كي لقى لي الراقي وبدا يقول على مين شافها باسكو سكساني قال لي اسكو تا بيردو كلك شوز اذا راحت لك حاجه قلت له لا سيرفيات كي قال لي لا سيرفيات بدا يقول لا سيرفيات يزقي ويقول سربيتا سربيتا وقفت في وسط القاعة هذه آخر مرة ثانيك وبديت نقول أن يمه 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 وثانيك مورمان مثل منام جيت رقيت هنا رقيت وقفت في الأخر وغلق عينيا ويقول وين راني وين راني حسيت ظلمة حسيت وش كنت نحس في هذيك الماما ظلم وما كنتش قادرة نفتح عيني كنت حابة نفتح عيني بس كنت نمشي وندور ما ماكش قادر نتحرك نتحكم في الكوخ تاعي ويقول وين راني وين راني شغل كان يتاثر في الغرق يتاثر بعد ما مضوني يقول يقول وين راني وين راني دونك هادو هما غوسو مود دونك نقول لك ميديكالمون لي زاناليست تاع الدم يمونتر عندي كارونس في الفير alors que j'ai vu plusieurs médecins il y a aucune explication دونك داروا لي اون بيرفيزيون ونشوفوا على 6 شهور كيفاش اسقط ثاني الاجينه شفت لي دي بليزيور ميديسان بليزيور اناليز تري بوسي جينيتيك كلش ما كان حتى تفسير مع الميديسان الاول قالت لي عندك اندوميتريوز وعندك رحم الغربال 2018 ومن بعد دوك عاودت درت اي ار ام ما كانش طلبت منا ما نديرو استئصال ولا عمليه ولا باش نحو فينالمون دوك درت اي ار ام ما كانش كاين ان تي تروك اونتر لا فيسي و الرحم مي ما علاقاش كي نبعت لها لا جينيكولوج لي ريزولتا قالت لي سان اكسبليك با وعندي تنمل خطرات في الجهه اليسرى للراس مور الاذن درت سكانير ثاني ما كانش كاين اكسبليكاسيون وكاين شويه مشاكل اثناء الجماع اللي ما كانوش من قبل هادو هما ودوك تحسنت الحمد لله راني نصلي صلاتي نقدر نقرا القران نقدر نحفظ كيطلعت اكثر من واحد كاين على باليش انا كاين زوج انا كي نشوف الكومبورتمون نقول على الاقل كانوا اثنين كاين اثنين بس وقت كاين واحد اللي تحسو يخشع يشهد ويسجد وكاين واحد اخر تحت تحت يعين الماسونيه وكي رقيت عند لو المركز الاخر قال له شحال راكم قال له 3 قال له شحال عندكم هنا قال له 5 هذه كنا في 2019 جونفي 2019 وبدا يقول لهم خرجوا وسا هكذا وسا هكذا وبعد الاخر قال له شكون معايا انت الملك وسالوه هكذا هذه سي لا سول فوا اللي
يبان وقع اذا كاين العدد صح ولا ما كانش الله اعلم. مي في لي كومبورتمون نشوفو دو كومبورتمون، واحد هذه في الاولى واحد يبكي مع الاولى كان واحد يبكي بزاف، من بعد كي نواسي الرقيه بزاف بدا يبان. شو الايات اللي كياثروا فيك؟ مع الاولى تاع السحر بزاف، تاع ايه سورة البقرة، سورة البقرة آية واتبعوا ما تتلو الشياطين. التفريق ممكن يقولوا كان طلع خطا ما بغيش يكون فيهم، قال للتفريق وقال لإسخاط الأجنة. هي هذه تعطيه ولادو. تحدي إيه تعطي. سورة مريم ثاني فيها. سورة مريم ديرنييرمون تأثرت، بدا يقول له هو يقول له اشتعل الرأس شيبة اشتعل الرأس شيبة، ومن بعد قال ومن بعد كي قال له عاقر ومرأتي عاقر وكانت امرأتي عاقر، قال له ماشي عاقر ماشي عاقر انا ماشي كده. الجيمة مع الأول ما كانوش كاين مؤخرا، بون مش مؤخرا يعني فين بيريود وقتي ثاني كثر تاكين انا عن نفسي لا فيكسون، بصح كل واحد يروح نهار وحده. ثاني قالت هي الاولى انه هي الثانيه قالت اسم يمه شي شيء واضح حتى في الرؤيه اللي شتي خلاص واضح. اتمدوا بجوج هنا في الارض بجوج متويه انت عاد والله ما فهمتش نحس. احكي لي نحس بكاين من بالك نقول وهمي بالك اشنو كتحس انت في الرقية باركزم، نحس رجلي ترعد، نحس كل ما نجي جهية ترقية أنا نخاف. مي جامي صارت لي حاجة، رقيت بليزيور فوا جامي زعما تكلم شي حاجة ولا لا. واش تحس بشي حركة في الجسد؟ ماشي فريمون حركة، نحس من داك قفزات كي ندير رقية تاعك ولا نيبورت تاع الرقيات، نحن نقفز دو طون زون طون. ولا منها ما درت منها واش قلت لك البارح؟ البارح درت منها باركزم درت شغل واحد شغل غراب خرج من واحد وحسيته بلي جني خرج منه غراب، انسان خرج منه غراب في المنام، حسيت شغل كان يرقي وخرج في الغراب هذاك. نعم. بعد كنت نحس فيك شغل هو الجن، ومن بعد جا لعندي حكمني فيه راسي، وانا كي حبيت نحكمه حكمته وليت نزير عليه، من بعد فطنت لقيت روحي متحاكم على صبعين عامدز عليها نفسي. اذا كان الامر حقيقي. وشفت خطره ثاني قلت لك شفت زوج كلاب كانوا يخزروا بلي جمال من الدار. كلاب لونهم كلوله اسود كان يشوفو، وحشت خطره حتى واحد عطا كان يعض هنا والله اعلم. من نحس دائما فيه من هنا. عندك مشكل لك الاصابه بشكل قوي عندك ولكن حتى انت الان الاذيه مشاركه غير بشكل اقوى عند الزوج. واخا تمدوا بجوج في الارض باش نشوفكم كاملين هكذا حتى انت. كل واحد فيكم يحاول يرفع التوحيد هكذا. نعم هكذا حط يدك على الارض. نعم يا بجوج يد بجوج جي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى قد صعد في الزوج وفي الزوجة. خلاص
الأم جلية في الزوج وفي الزوجة، السحر مشترك بين زوجين اثنين. إذن الأعداء يعلنها حربا على توحيد الله عز وجل. هنا صعدت، صعدت تحارب ربك الذي خلقك فسواك فعدلك، صح ام لا؟ وتحارب نعمة هي من نعم الله الذرية الطيبة. نعم، في الزوج صاعد الآن وفي الزوجة صاعد الآن. تحدي حتى تبقى هذه الأمة في الحرمان. ما شاء الله كان، ومن لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يحاربون البيوت المؤمنة؟ كيف يحاربون البيوت الطيبة التي تسعى في صلاح وإصلاح؟ هي أسرار. اسمعني جيدا، اختبأت داخلها سنين وحبسوك فيها سنين، حتى الزوج من فيه ينتفض، من فيه لعل في عشق تعشق تحب، لعل في ساحر شيطان، وهذا يتجلى في التوحيد في اليمين وفي الشمال. أي نعم. فسنبدأ بإذن الله تعالى. قبل أن نبدأ أذكر الجن أننا نعظكم طاعة لله، ونقرب منكم الخير طاعة لله، لأن الساحر بالأقول صاحبة النفس الخبيثة الحاسدة ساحرة حاسدة 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 صاحبة النفس الخبيثة الحاسدة الساحرة. ماذا أرادت؟ أرادت أن توقف العلم، الفهم، الذكاء، النبوغ، النجاح، الشهادة، الدكتوراه، لكن كانت بمشيئة الله. أرادت أن تفرق، أن تطلق، لكن شاء الله أن تكون المحبة والمودة برحمة من الله، لكن جعلت الجن والشياطين في الجسد حتى تحرمها السعادة والأنس مع الزوج، في الجماع، في الفراش، في الحمل، في الولادة، في الصحة، في العافية، في العمل، في بركة المال، صح لا؟ بل حتى في قربها من الله ربها سبحانه. صح، نعم. سنبدأ ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. إلى كل نصراني ونصرانية، يا مريم اقنتي لربك. إلى كل من جاء بالنصرانية، قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. النصارى في الزوج، لما قلت اهتزت القدمين واليدين، النصارى في الزوج، النصارى في الزوج، حينما قلنا صار يهتز الزوج، سحر الصليب والكنيسة والنصارى، تهتز العينان في الزوج والقدمان واليدان في الزوج، وجل الله جل وعلا من يسكن، خلاص، والرأس كل الجسد، لقد وقفنا على ديانة من يسكنون جسد الزوج. أين نصارى؟ نصارى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. سنأتي إن شاء الله تعالى إلى الآيات.
لكن وجب أن أبين لكم حتى أنفض الغبار الذي على قلوبكم وعقولكم، لتعلموا أنكم والله وبالله وتالله تعلموا أنكم ظالمون. صح لا؟ صح لا؟ جئت من الشباب في مقتبل العمر، يريدون الإسلام، طاعة الرحمن، يريدون فعل الخيرات والقربات، يطمحون إلى غد أفضل في العلم، في العمل، في الكسب، في فعل الخير، في الذرية، في البر، وأنتم تصدونه الآن 5 سنوات كاملات. صح لا؟ أمراض مستعصية تصاحبها لا تعلم سرها، تخرج فيها بقع كبيرة جدا، الأطباء لا يعرفون سرها، البيت في حشرات، وأوروبا والمطهرات والمعقمات، وتظهر فجأة حشرات لا يعرف سرها ولا سربها، بل وتسمع في الثلاجة أصوات لا يعرف سرها ولا سببها، يعيشون ماذا؟ في الرعب، في الخوف، في الأذى، أذية في البيت، أذية في الجسد، حول الجسد، حتى في المنام، ثعابين، حيات، ذئاب، كلاب، رعب يصاحب الأجساد، ليرين، فحوصات، تحاليل، أشعة، ولا شيء إلا تشخيص طبي في الأمراض والعلل، سرها مبهم لا يعلم، مشاكل في الجماع، إسقاط الأجنة، يقولون الرحم كالغربال، وهكذا. لتبقى هذه الأمم عز وجل طبيبتي، فأقول قلبها يلين إلى الطب، بل هو صفة الحب وصفة البر والتعاون. أسلمي ليكتب لك أجر عظيم، الطبيب أسلمي، أشهد. سعادتي تقول لي هناك من يحبسوني في الناصية، هناك من يعقد لساني عن نطق الكلام والشهادة، تقول نعم أنا محبوسة، أرجو نفعها وآتي في المنام كي أدفع الشر عنها، لكني معقودة محبوسة. وهناك من يقول لا نريد أن تدفع الشر عنها، سيدفع بإذن الله جل وعلا كل شر. أما رأيتم من تأتي في المنام في صفة الطبيبة بالبياض التام، كي تداوي جرحا وعلة ما استطاع الطب الإنس والأمن أن يخفوها وأن يعالجوها. صح لا؟ وإن عقدتم عظمها ومفاصلها وحلقومها وصوتها، فإن الله جل وعلا يشفي وهو الشافي، لا شفاء إلا شفاء، فيجعل الشفاء سببا ولرفع البلاء سببا. ترى النجوم في السماء تسقط عليها فتتحول، تتحول إلى حشرات، إلى حشرات تقرص جسدها، وهي حقيقة العلل التي توجد على الجسد وتطفو فوق الجلد، والطب لا يعرف علاجها. سحر النجوم، شياطين النجوم، سحر النجوم وشياطين النجوم. فافقح ترى حية في الظلام، تدنو وتقترب فتختفي في الظلام، تختفي في الظلام. ترى حيوان بحري طويل طويل، نعم إنها أسحار الكواكب والنجوم وأسحار الصحار. شيطان في الزوجة رأى أن من في الزوج ستضعف وستتكلم، فالآن قام إليه ويتكلم مع من في الزوج، قل إياك أن تتكلمي، لأن يرى أنها تنتفض وأوشكت على الكلام، فصعد وتكلم. لماذا؟ لأنه يعلم أن من في الزوج وإن كانت لم تظهر من قبل، لكن عندها ضعف أو ميول، فقد تدنو وتقترب وتعترف بأشياء لا يبدو الكبير أن تعترف، فقد يكون من في جسد ويتملكهم فيمنعهم، لكن لا يستطيع أن يتملك وأن يتحكم من في جسد الزوج، ولهذا أعطى إشارة بالكلام، أياك أن تصعدي وإياك أن تتكلمي، فافهم معي. صح أم لا؟
حاولت أن تخفي الطبيبة لكن ما استطعت، حاولت أن تخفي الدواء لكن ما استطعت، حاولت أن تبعد الدكتوراه فما استطعت، حاولت أن تطلق فما استطعت، حاولت أن تبعد عن الجماع فما استطعت، حاولت وحاولت لكنك جعلت الغصة والداء والمرض في كل شيء. أقول لكم جميعا نحن في بداية السير، تعرفوا هذا الشيء ما تعرفوه؟ نحن في بداية ماذا؟ بداية السير. تعرفون هذا أم لا؟ تعرفون أم لا؟ في بداية ماذا؟ في بداية السير. الورقة عندي مع ما سمعت منها فيها أشياء كثيرة جدا، وكل شيء سنأتي إليه إن شاء الله بما يناسب حتى ندك حصون الكبار وما دونهم. صح أم لا؟ طيب بها نفسا، إلى كل من أراد الخير طيب نفسا، إلى من يثق إلى الحرية طيب نفسا، إلى من رآها في السجدات والدعوات طيب نفسا، طيب نفسا. ستحار بإذن الله، وذاك الخبيث الكبير، ذاك الملك، الملك أي ملك عندك؟ ملك الشر، ملك العار والشنار، ملك الفساد والإفساد والضلال والإضلال. ما عرفت لله حقا فذق الذلة والصغار، وكما تدين تدان. هذه رسالة إلى الملك، رسالة قوية ليفهم أن الملك المالك الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرم. الملك أسلمي، ملك أسلم، يهود أسلم، نصارى أسلم، طاعة لله عز وجل. من تنتفضون في بدن الزوج خير لكم، قول معروف خير لكم، طاعة في المعروف والله هي خير لكم. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله، وسنبدأ من أول يوم كان اللقاء بينها وبين زوجها وحبلها. صح صح، سنبدأ من اليوم الأول. أرجعوا بذاكرتكم إلى أمر قديم كان هو الأساس والعمدة والركيزة في خدمتكم ومهمتكم ووظيفتكم. أرجعكم الآن إلى ما قبل دخول الأبدان، أين كنتم؟ سؤال يطرح نفسه، ومن جاء بكم؟ سؤال يطرح نفسه. صح لا؟ منذ أول ليلة في الزواج، زواج شرعي، زواج شرعي، اتصال في حلال، وربط عقد ووعد وعهد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منذ أول يوم ترى الهموم تصاحبها ولا تفارقها منذ أول يوم. صح صح لا؟ يتمايلوا كأنهم في صرع لا طاقة له، سقط خلاص، سقطوا الآن. والزوج حركات، ونحن في البداية موفقة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. بسم الله. أقول سبحان الذي حاب الجن والشياطين بالعقول لكنها جعلتها في غير موضعها، أو قل هناك من ألزمها وقيدها في غير موضعها فافقه. والله جل وعلا جعل الأرض واسعة تسعنا إنسا وجنا فافقه. الأرض أرض الله،
تسعنا خلقا ورزقا قدر فيها أقواتها بقدر لا يضيع رزق أي مخلوق، وجعل رزقنا فيما أحل الله لنا، فهمت؟ فلا تسجن حتى تظن أن الحياة لا حياة إلا في جسد، ولا طعام إلا في جسد، ولا شراب إلا في جسد، ولا مأوى ولا مبيت إلا في جسد. فافقه، أين كان طعامك وشرابك قبل أن تسوى؟ هو الذي غذاك وسقاك وأطعمك وقواك، إنه الله. هذه رسالة أولى، لتعلم أن الله جل وعلا متفضل غني كريم. ولكن شاءت كفرة، فجرة، صحارة أبالسة، إلا أن يكونوا عليكم وعلى المسلمين حربا فافقه، فيحاربون اليهود والنصارى حرب ظالمة جائرة، ولعل فيها خير بقدر من الله أن يساق الخير إلى أبدان أوذيت في الله فصبرت فيرفع قدرها وأجرها، وجان وشياطين جاءت في أبدان لتقلع عثرتها وترفع درجتها بالإسلام، وكل بقدر من الحكيم من العليم من الخبير سبحانه وتعالى. فلا بد أن نفقه حكم الله عز وجل سبحانه جل في علاه. فمن رحمته ومن فضله وجوده وكرمه ومن عدله أن جعل هذا التدافع وجاء بكم، فنأخذها بنظرة نورانية إيجابية، أن الله تعالى ساقكم لنا لنؤجر، وساقنا لكم لتؤجروا، وساق الله هذا الابتلاء للرفعة والأجر. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمر كله خير فهذا خير، وحتى لمن يسمعون خير، فمنهم من هو الآن مقيد مكره فنساعده كي تفك قيوده ويحرر بإذن الله. هناك من هو مكره على الأذية، جئنا لننصره بإذن الله، وجاء الله به لنكون له عونا وسندا فينصر بإذن الله جل وعلا، وفي كل خير. فافقهوا حكم الله عز وجل. أمة مؤمنة موحدة تصاب بأذى بالغ على أخلاق وعلى علم وعلى فقه وعلى حسن كلام وطلاقة لسان وعلى حسن تبعل، تصاب بأذى بالغ من الإنس والجن فتخترق جسدها، فتعجز الطب والأطباء، وتأتي بالخوارق والغرائب والعجائب لتضيق صدرها وتشتت فكرها. كل هذا في منظومة كفرية شيطانية، حتى تبقى الأخت لا هم لها إلا الداء والبحث عن الدواء، فتقعدها الجن عما هو أسمى وأعلى، عن نفع البلاد والعباد والزوج، ونفع الأقارب والقريبات والنفس والروح، فتشقى
هي أهداف كفرية شيطانية. ولتكون الأهداف الكفرية الشيطانية قوية جعلوا في الجسد مراتب لا بد أن تفهم وأن تعلم. كبير متسلط خبيث الطبع والنفس يحكم الجسد ومن فيه ويؤزهم أزا ظالم لنفسه ولغيره مدع للقوة والملك يعبد الشياطين هو صاحب القوة كما يزعم. نخاطبه ونسمعه ونعلم أنه يسمع. إن أبيت إلا القتال قاتلناك ونؤجر، إن أبيت إلا العناد والاستكبار حاربناك ونؤجر. انظر ماذا يحل بالزوج، فاسمعوا جميعا وعوا، إني لكم ناصح وعليكم مشكور. تساقط الشعر حفظه الله، وجعلتم ضعفا في النظر. ضعفا ماذا؟ في ماذا؟ في النظر. منذ أول ليلة من الزواج فجأة تخرج في جسدها، لا نقول كدمات فأصبحت عادية، بل قروح جروح تخرج في جسدها، جلية ظاهرة كبيرة، حتى أخذت إلى المستشفى وأعطيت حقن، فتذهب وتبقى آثارها تطفو فوق سطح الجلد في أماكن متفرقة، ولازالت من ذاك اليوم إلى يومنا هذا تظهر وتختفي وتترك آثار. تشويه للجمال في الشعر، في النظر، في الجلد، تشويه للرحم كالغربال كما قال الطب، تشويه للأجنة بإسقاطها، تشويه الإحساس بفقدان الميول إلى الزوج، تشويه الفكر بكثرة الوسواس والشك في الزوج. قل ما شئت، كل هذا تعاني منه الأخت بشكل جلي واضح. الأطباء معه في حيرة. معه ماذا؟ في حيرة. اضطرابات وآلام في الدورة الشهرية، بقع حمراء تخرج في الظهر وعلى كل الجسد وجهة الصدر والبطن، جلية ظاهرة. إذن هذه أمور نفسية وجسدية منذ أن تزوجت، ما كانت قبل زواجها، ما كانت قبل زواجها. حب العزلة، فقدان الثقة بالنفس، الشجار مع الزوج دون سبب، النفور من الزوج، أشياء ما كانت تعرف في نفسيتها وأخلاقها إلا بعد زواجها. ترى في المنام أني أرقيها تخرج غيمة، غيمة من وجهها تشبه وجه الإنسان. إذن
لابد أن نوجه الكلام إلى كل من يعقل. اتق الله وأجمل في الطلب، ولا تكن طعاما فتانا، ولا تكن طعانا فتانا، ولا تكن طعانا فتانا، ولا تكن مهزا طعانا فتانا. فإن الله جل وعلا يحب من عباده من يتصفون بصفاته بما يحب سبحانه جل في علاه، ولهذا ربي سبحانه كتب الرحمة للرحماء، كتب الرحمة للرحماء، والراحمون يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى. وأنتم الآن في باب شقاء وعذاب وتعذيب وتعطيل وشدة وحرمان، ابتعدتم عن باب الرحمة بالكفر وبالغلظة والقسوة والشدة، فافقهوا، فوجب أن ننصحكم. فكل واحد منا يحب أن يرحم، كل واحد منا يحب أن يشفى، كل واحد منا يحب أن يرزق، كل واحد منا يحب العزة والسعة والغنى والذرية والإيمان والسعادة في الدنيا والآخرة. وأنتم جئتم لتسلبوا الناس كل هذا: الإيمان، طاعة الرحمن، المحبة، الزواج، الذرية، المال، الغنى، النفسية، الجمال. جئتم كي تصدوا صدودا، وهذا لا يستقيم، لا يستقيم مع الشرع ولا مع عقل ولا مع سلوك. في نفسك تعلم أنك ظالم لها، فلا تقل لمبرر ألزمني ساحر وكافر وعهود وعهود وديانة، فهذا كله باطل. الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرم، فلا بد أن نعي، لا بد أن نفهم. وأنا أعلم أنكم الآن في حال تدبر، سقطتها كأنك تسمع، بل جعلت الملك أو ملكك أو جندك في أمرين اثنين: نوم حتى لا يفيق ولا يسلم تأثير، أو منكم من يتأمل خفية، وأنا أعي هذا. أما الزوج ففيه من يتأمل ويتحرك مع كلمات بفضل الله عز وجل. إذن وجب أن نوقن على أننا إنسان وجن خلقنا لغاية أن نعبد الله عز وجل، هذا لا بد أن نقف معه، صح أم لا؟ أننا خلقنا لما لأي شيء، لأي أمر، أن نعبد الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة أوجهها إليك أيها الملك، ملكة، شيطان، شيطان، عاشق، عاشقة، جنود، خدام، خدام سحر جميعا. قبل أن نبدأ في الرقية لا بد من التوجيه والوعظ، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فوجب أن ننصح: إن للجن عقول بها يعقلون، يميزون
لهذا كلفهم الله عز وجل، ليسوا كالأنعام والبهائم. كلفهم الله جل وعلا بالدين، وألزمهم بالصراط المستقيم وهدي النبي الأمين، ألزمهم بهذا الجن. نعم، ألزمهم الله عز وجل بهذا، أن يكون لهم غيرة على الأعرام، أن يكونوا بفضل الله جل موفقين، سعيهم مبارك أيتها العاشقة في عينيه الزوج، عاشقة محبة متيمة في العينين، في العينين، في العينين. فإني أعطي إشارات مهمة، إن غالب الجن الشياطين في الرجال خاصة في العينين، في العينين في الغالب لهم أمران اثنان، إما شيطان لتغيير الحسن والجمال في الزوجة، أو في الغالب محبة عاشقة متملكة تسكن العينين. عاشقة محبة متيمة تسكن العينين في الزوج، في الزوج تحبينه، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. ولهذا قال، نعم، ولهذا قال الزوج، أوقات الزوجة لا ينظر إلي، وقال تأتي أوقات لا ينظر إلي، صح؟ فجعلوا صفات متلازمات، وجعلوا اشتراك هنا في الزوجة وهنا في الزوج، والعاشقة في الزوج تريد أن لا ينظر إلى محاسن الزوجة، ومن في الزوجة يريد أن لا ترى محاسن الزوج. هنا شك وسواس، وهنا جفاء وبعد. انظروا كيف تحارب بيوت الشباب وبيوت المسلمين، صح؟ صح. باش كنعرف الناس كيتبعوني، حتى الجن لما كيجيك يقول صح، حتى الجن كيقول لي ثم المباشر والمقطع، صح صح لا صح. سنبدا نحن في البدايه باذن الله تعالى، صح خلاص علمنا اصحاب صح. طيب فاسمعوا، اذا كان الامر صح فلماذا تعذبونه؟ ما قدرتيش، ما قدرتيش، ما قدرتش. علاش ما قدرتيش؟ ما قدرتش. علاش ما قدرتيش؟ شنو ما قدرتيش؟ بالله عليك اسالك، بيني وبينك، ما عذبتيهاش؟ ما عذبتيهاش؟ ها؟ عذبتيها ولا لا؟ اي نعم. كيف عذبتها؟ تحبها، تحبها، خاصك تفهم الاشارات. قلت كيف عذبتها؟ عذبتها، عذبتها. ومن العشق ما قتل، ومن الحب ما قتل. كيف عذبتها؟ كيف عذبتها؟ غفر الله لنا ولك، قل آمين. ها؟ عذبتها، عذبتها. كيف عذبتها؟ حتى قال الأطباء لابد من استئصال الرحم. يا الله، استئصال الرحم جو من هادو، هادو ما عطلوهمش خمس سنين، جو من الاخر. استئصال الرحم، تعطي الجماع، تعطي الولاده، انتهى الامر، نجحنا في المهمه، صح ام لا؟ ها؟ وهذا لا يكون الا بسحر عظيم، هذا لا يكون الا بسحر عظيم. فهم معي نصيحه لكل اخت في العالم، من يقول لا عندك سحر لابد من استئصال الرحم، البدار بالرقيه والاجتهاد في البيت في الطاعه والرقيه، على الاقل اوقات في الطاعة والعبادة والرقية وأيام بإذن الله مع الاجتهاد بفضل الله عز وجل. رسالة الأخوات من يصبن الآن بسحر بأورام في الصدر وفي الرحم، وكثرة الأمراض أكثر، أكثر وعند
عند النساء الآن في الرحيم في الصدر الحضر الحضر، كيف عذبتها؟ كيف عذبتها؟ أنا شوف اسمعني جيدا، أنا أساعدك لا أعذبك، خلاص بإذن الله. إذا كنت حقا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. من أنت؟ ملك؟ خادم؟ تكلم. لاحظ أنني لا أثقل عليك، خطوة خطوة، صح أم لا؟ هيا تقدم إلى الله، أقبل على الله. من جاء بك إليها، أي سحر ألزمك بالدخول؟ ما الغاية؟ ما المهمة؟ ما الوظيفة التي تسعى فيها؟ أسقطت الأجنة. إذا الموءودة قتلت، سئلت بأي ذنب قتلت؟ أسقطت الأجنة، قتلت النفس، قتلت الروح، قتلت الجنين، قتلت القلب والفرح والسعادة والأمل، صح أم لا؟ فماذا تقول لربك جل وعلا إذا وقفت بين يديه؟ ماذا أنت قائل إذا سئلت لماذا قتلت وبأي جرم قتلت؟ ولا يقتلون النفس التي، هذه النفس والله 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 إن هذا الدم سوف يحاجك أمام الله عز وجل. لهذا الإنسان يكون بعيد عن الدماء، يكون بعيد عن الدماء. هنا يتبين لكم حقيقة الجن والشياطين، حينما تكون بعيدة عن الله هي لا تخاف من شيء ولا تفكر في أي عاقبة، سرطان، أورام، سقط أجنة، حوادث، أخطاء طبية، عادي جدا، بل هي هذه تعتبرها قربان وقرب إلى أسيادها. فلا بد أن نفهم هذا، بارك الله فيكم، هذا وجب الحذر. أقول إن المواعظ زواجر، المواعظ مهمة جدا، إنسان يسمع المواعظة الجن لعلها تحرك قلبه. لابد أن تكثر من الاستماع إلى الموعظة، موعظة الجن مهمة جدا لأن لهم قلوب. والله قد يقتل ويقتل ويقتل ويقتل، وتذكر قصة قاتل 100 نفس، هذا إنسي قتل 100 نفس ثم جاء إلى التوبة، فما بالك إذا كان في عالم كفري شيطاني إبليسي قد يقتل المئات. وأعم أقول إنسي قتل 100 نفس، لكن أخذ الحكمة أنه جاء بقلبه إلى الله تائبا، جاء إلى الله جل وعلا قاصدا. هذا إنسان يعيش مع البشر، ما كان مع الطواغيت، وما كان يقاتل بالنووي، كان هو بشر لكن استحكمت عليه نفسه الإبليسية فكان يقتل. سأل عابد هل لي من توبة؟ قال لا، فأتم به 100، خلاص انتهى الكلام، يقتل من نفسه طواعية. فكيف إذا كانت جن لا يرى وشياطين تغلبهم الشهوة والطبيعة السيئة الفاسدة، وبمهمة وظيفة وطاعة لإبليس، ونعلم سره وعداوته إلى البشرية والإنسانية وإلى المسلمين خاصة، فكم سيقتلون؟ كم سيقتلون؟ سيقتلون كثيرا. نعم، سيجعل من الإنسان شيطان يقتل أمه ويبيد أمه بالنووي، بالسحر، بالكفر، بالدمار الشامل. هي حرب، هي حرب، كل بقدر، حرب، هي حرب، والجن يأتي بقدر. فكم سيقتل من ناس؟
إذا كان سائق واحد مثلا في حافلة يتلبس به شيطان من أجل قتل فرد أو أفراد، ثم يأتي على الحافلة بأكملها يرميها من أعلى الجبل، من أعلى الجبل، فيلقيها في سد أو في سفح أو في حادث مميت، تخرج أرواح، تموت أرواح، حرب الطرقات بسبب شيطان قد يؤز أزا على من أجل أن يقتل فلان وسط هذه الحافلة أو أفراد في هذه الحافلة. يأتي على السلالة فيسقط الأجنة كل، والله أعلم أن هناك بيت لا أحد ينجب، كل بنات من الأم عندهم إسقاط 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 إسقاط. تأتي أخت أمام الباب تقول لي وأنا الآن في الأربعين، لو كان عندي وقت بقى صغيرة أصبر إلى الموعد، الآن في الأربعين وأعلم أنه من متابعتك الآن أصبحت أعلم يقين أن عندي جن والشياطين، وأخواتي كل أخوات كلهن يشتكين من نفس الشيء. حرب على السلالة، فكم أزهقوا من أرواح وكما اسقطوا من أجنة، والأمر عندهم له ليس هناك تعليم ضمير. ولهذا وجب أن تقرأ ما سمعوا بالرقية، بالموعظة، بالفقه، بالدليل، بالحجة. إن اهتدى منهم قليل فأنت بدأت في خير كثير، فافقه. لهذا أقول لهذا الجني إن قتل النفس أمر عظيم عند الله عز وجل. والسؤال، هل ترضى هذا لنفسك؟ ترضى لأمك؟ قد يرضى لأمه في عالمهم، قد يرضى لأمي. بعض الجن ليس سواء والشياطين سواء، بعض الشياطين قد يقول لك أنا حتى أتقرر لإبليس قتلت والدي. يقول لي هذا غيب وكذا، هذا حتى في عالم الإنس موجود، في عالم الماسونية موجود، منهم من يقتل نفسه روحه يزهقها بالتعذيب حتى يرضى عنه الشيطان، لأن استحوذ عليه الشيطان فأصبح يراه الرب والإله وكل شيء. منهم من يقول زنيت بأمي من أجل يتقرب، وهذا حتى في عالم الإنس، حتى يتقرب الأبالسة يأتوا بزين المحارم، يقول حتى تكون ساحر عليم ويتقرب منك الشياطين الأقوياء فلا بد أن ترتقي في الفاحشة، فاحشة عادية هذه لا تهمنا نراها كثيرا، نريد أن تكون فاحشة وسط الحرم، نريد أن تكون فاحشة في بقاع المقدسة، فاحشة على كتاب الله المطهر المنزل، فاحشة من ماء أب وأم، فاحشة وهكذا حتى ترتقي عند الأباس الكبار. هذا فهم وهذا سلم، هذا فهم وهذا سلم. ولهذا تجد أحيانا بعض الأصحاب مركبة قوية متداخلة في السواد، عجل في ظلام عند البحر وعليه قبر وآثار فهذه التركيبة ليست سدى من أجل أن ترتقي في الخدام والحراس والأعوان، ليكون العمل محكم. كما رأينا من الأخت التي هي من دولة الكويت من الأسرة الحاكم، ماذا كان عندها؟ كان عندها سبعة بقرات، سبع بقرات وسط البحر، سبع بقرات وسط البحر روميات حيات، يعني على قيد الحياة، حتى ماتت خنقا غرقا لكبار ملوك البحار، ومعهم مثلا السلاسل القوية، سلاسل يعني السفن رميت كذلك، سبع سلاسل كبيرة وسبع أكفان، كأنكم قالوا مع البقرة سلاسل وأكفان لتكون للشياطين. وبالفعل قالت نحن كنا في عزة فأصبحنا كأننا لا أسرة ولا شيء، أصبحنا في دون. نعم هذا موجود، لابد أن يفهمه الناس، هذا استرسال، وحتى يفقه حتى الجن أنه مجرد خادم جاءوا به كي يعذبوه، يعذبوا به أجساد ويبقى هو كحلقة يعني في هذه المنظومة، فلابد أن يفقه، لابد أن يفقه، لابد أن يعي، لابد أن يفهم، لابد أن نرشده إلى الحق والنور، لأنه حتى هو في الضياع، حتى هو في الضياع، حتى هو في الضياع، سواء كان يهوديا أو نصرانيا لابد أن يعلم لا نجاة لك إلا بالإسلام، حتى أنت في الضياع. نعم تستغلك الأبالسة والسعرة من أن تنفذ مهمة، ما هي؟ أن بنت فلانة بنت فلانة لن تنجب، فلانة بنت فلانة لا سعادة مع الزوج، فلانة بنت فلانة الأمراض شو جمال، ولا بتوصل إلى الطلاق أو إلى الأمراض المستعصية. هذا هو السر، يجب أن يعلم وأن يبين وأن يفهم للجن وللإنس. نعم وجب حتى الجن تفقه هذا لتفهم أنها أصبحت لعبة في يد إبليس والشياطين والأبالسة وشياطين الإنس والجن. لابد أن تفهم أن الله جل وعلا خلقها لتعبده، أن لا تشرك به شيئا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، أن تكون على النور والنقاء
وأن تعلم أن الله تعالى ألزمها بلباس التقوى، وذلك خير لها في الدنيا وفي الآخرة، فيه صلاحها وعزتها وجمالها ورزقها وعفتها وطهارتها، لا يتملكها إبليس ولا شياطين، تكون في حفظ الله وفي معية الله بإذن الله جل في علاه. فأنا أوصي كل من سكنوا البدن والأبدان أن يعلموا أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عنه شيء من حالنا. إنه الله، أتفهم؟ إنه من؟ إنه الخالق، إنه الله، لا شريك له، لا ند له، لا زوج له، لا ولد له. قل هو الله أحد، أحد فرد، أحد صمد، إنه الله أحد، إنه الله، إنه الله. نعم، تهتزون بقل هو الله أحد، فقولوها لله جل وعلا، لا نشرك بالله عز وجل. نعم، ترفعون التوحيد، قولها لله، أشهد، 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 أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. قلها لله جل وعلا، قلها لله تعالى، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا إلى الله جل وعلا، إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا نعبد الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الثناء. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له
فبسم الله نبدا ان شاء الله تعالى نبدا باذن الله جل وعلا في تثبيت دعائم. سنبدا باذن الله جل وعلا في تثبيت دعائم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم. الله أكبر من كل ساحرات سرقت ساحرة للآثار سرقت الله أكبر من كل سحر عظيم 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 بآثار الأزواج عظيم عظيم بآثار الأزواج عظيم عظيم بآثار الأزواج عظيم عظيم بآثار الأزواج عظيم عظيم بعرق الأزواج عظيم عظيم بدماء الأزواج عظيم عظيم بآثار فراش الأزواج عظيم عظيم في بيوت الأزواج عظيم عظيم في طعام الأزواج عظيم عظيم في شراب الأزواج في طعام الأزواج في طعام الأزواج. لكن الزوج يقول نعم في طعام الأزواج في شراب الأزواج. ماكل ماكل مشرب مشرب ماكل ماكل مشرب مشرب في زوج ماكل في زوجتي ماكل في زوجي مشرب في زوجتي مشرب في طعام الأزواج في ضيافة الأزواج في عطل الأزواج في سفر الأزواج. ماكل ماكل مشروب مشروب في ضيافة الأزواج من أقارب الزوج من أقارب الزوج من أقارب الزوج من أقارب الزوج من قريبات الزوج من قريبات الزوج من قريبات الزوج من أقارب الزوج من قريبات الزوج من أقارب الزوج من قريبات الزوج. في بيت الأم في بيت الأم في بيت الأم في بيت الأم في بيت أم الزوج في بيت الأم في بيت الأم في بيت الأم في بيت أم الزوج في بيت الأم في بيت الأم في بيت الأم في بيت أم الزوج في بيت الأم في بيت الأم في بيت الأم في بيت أم الزوج في بيت الأم في بيت الأم في بيت الأم في بيت أم الزوج في بيت الأم في بيت الأم في بيت الأم في بيت أم الزوج في بيت الأم في بيت الأم في بيت الأم في بيت أم الزوج في بيت الأم في بيت الأم في بيت أم الزوج من قريبات أم الزوج من قريبات أم الزوج من قريبات أم الزوج في بيت الوالد
زوجة بحسن عظيم على ذكاء زوجة بحسن عظيم على تحرج زوجة بحسن عظيم 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 في القاعات عظيم في الشرط عظيم في الأبواب عظيم مخطط عظيم مرشوش عظيم مرشوش عظيم مذبوح عظيم ذبحوا عليه عظيم دفنوه عظيم 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 ما أقول عظيم ما أقول عظيم ما أقول عظيم في القلادة عظيم في القلادة عظيم في الهدايا عظيم في القلادة عظيم في الهدايا عظيم في اللباس عظيم في اللباس عظيم في الحذاء عظيم في النعال عظيم في الأقدام عظيم 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 للطلاق عظيم 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 للفراق 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 عظيم يقرون أي نعم للفراق والطلاق يقرون أي نعم من الأسر والقريبات يقرون أي نعم في الطعام والشراب يقرون أي نعم للعداوة والبغضاء عقدوها بسحر عظيم ربطوها بسحر عظيم جان 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 حبسوها بسحر عظيم عقدوها بسحر عظيم ربطوها بسحر عظيم جان 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 سكنت بسحر عظيم جان 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 اختفت بسحر عظيم جان 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 في الزوج بسحر عظيم جان 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 في الزوجة بسحر عظيم جان الطلاق بسحر عظيم جئتم بسحر عظيم وسكنتم بين الزوجين تتنقلون معهما حيثما حلوا وارتحلوا باسم عظيم في كل محبة في كل لباس في كل مودة في كل فراش تعطيل باسم عظيم في كل حمل إسقاط وإتلاف يدين باسم عظيم في الجمال والقوة والصحة إتلاف وتعذيب وأمراض باسم عظيم في عقول الأفهام وسواس 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 وشك عظيم بسهم عظيم في المنام اعتداءات وأحلام مفزعات مزعجات بسهم عظيم شياطين وأصوات في البيت وحشرات بسهم عظيم جئتم بأسحار عظيمة فاسمعوا أسلموا لله جل وعلا أسلموا لله تعالى واسمعوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان كفر سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تخف
يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لما جئت إلى آية التفريق يرفعون الذل والصغار. ما دمت زوجة ذلة، ما دمت أما مطيعة تقية نقية طاهرة ذلة، في الزواج لن تكوني إلا أصبع صغير ذليل. لا دكتورة تنفع، لا جمال ينفع، لا علم، لا أدب، لا أخلاق ينفع. هكذا يشير بهذه الإشارة لما جئت للتفريق. سنجعلها دون صغيرة قزم، صح؟ النعم يتحدى قزم، ستكون قزم، يقولها بقوة، نعم قزم، ستكون ذليلة، صح؟ نعم بقوة بغيظ. أخرجناه بهذه الآية بإشارة طفقة، سنجعلها ذليلة، وهذا كبيرهم قوي، لأنه رفع القوة بغيظة. هو يعمل كذا، كو هكذا كحركتان، قوة في الفيلة، سنجعلك ذليلة. وقل الدكتورة تنفعك، وقل الجمال ينفعك، ولو الآن يعني هكذا تبقى أصفار، قوة في ذلة، ولو أصفار. وهذا والعهد، نعم صفر صفر، قال لي تبقى الصفر هكذا، تبقى الصفر وبقوة والذلة. هذه هي الخلاصة. حرب على زوجين اثنين، هي المشكلة، هي المشكلة. علاش ناجحة؟ علاش طيبة؟ علاش متفوقة؟ شكون هي؟ شكون هي تكون ناجحة؟ لماذا هنا؟ لماذا الذكاء؟ هكذا يضرب على الناصية. هي المشكلة، لماذا ذكية؟ لماذا ناجحة؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ نعم على الذكاء. المشكل هي لماذا ذكية ويضرب على الناصية؟ الذين يقولون لا يؤثر الجن والشياطين على الرأس ولا يستقرون في الرأس. الجن أحب الأمور إليها أمران اثنان أو ثلاثة، وسط قلب ورحم، سوءة عقل فهم. تختلف مناطقها في التركيز في ثلاث نقاط هي الرئيسية والعمدة والقوة: وسط قلب وفؤاد، سوءة عورة رحم مبايض، أو عقل وفهم وقافية وناصية ورأس كامل. فافقه. إذن ذلة، قوة، صغار، صفر، وهي السبب. لو طلقت لارتحت، صح؟ هي السبب. لماذا تصر على النجاح؟ لماذا تقاوم؟ صح؟ أقول لك شيء، إلى الآن نتكلم معك من كرسي من مكاني، صح؟ وما لم ندخل في آيات حرق وآيات عذاب وآيات شياطين وآيات فك حصون، فك حصون، فك عقد، أسحار، صح لا؟ لازلت إلى الآن أسير معك، يعني لعلك تأتي إلى الله جل وعلا، وهذا ما نرجوه وسنراه بإذن الله عز وجل. فلا تكابر، أنت كبيرهم، أنت كبيرهم، كبيرهم. تتحكم في زوجين بعهد ووعد وقسم، طلاق لن نرضى حتى تطلق، لن نتوقف حتى تطلق، لن ترى هذا، لن يرى هذا الجسد النور والعزة والسعة والصحة والجمال والغنى أبدا ما دام عهد الزواج وعقد الزواج بينهما، صح؟ صح لا؟ ذلة وصغار في الحياة الدنيا. هكذا أخذتم، أعطيتم العهد والوعد، العهد والوعد، العهد والوعد. أسلم ربك جل وعلا واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 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 وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إني وهن العظم مني
واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت المواني من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا واجعله ربي رضيا واجعله ربي رضيا واجعله ربي رضيا وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا واجعله ربي واجعله ربي واجعله ربي رضيا واجعله ربي رضيا واجعله ربي رضيا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا 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 وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام نبشرك بغلام نبشرك بغلام يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك إنا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك قال كذلك قال ربك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك قال ربك قال ربك هو علي هين. قال ربك هو علي هين. قال ربك هو علي هين. قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك قال ربك. قال كذلك قال ربك هو علي هين. سمعتها. قال كذلك قال ربك هو علي هين. سمعتها. قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك قال ربك هو علي هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. أسمعت. إن حسن الإنصات والإقبال نعمة من الله، باب من أبواب التدبر والخشوع والإنابة والطريق إلى الله عز وجل. فهي إلى الله عز وجل. لقد وفقكم الله تعالى لتسمعوا القرآن، فماذا بعد الحق إلا الضلال. سمعت. ماذا بعد الحق إلا الضلال. ماذا بعد الحق إلا الضلال. ماذا بعد الهدى إلا الغي. ماذا بعد الإيمان إلا الكفر. قولوها لله. لقد ساقونا إلى أجساد وأمرنا بالتعذيب والتنكيل والنقصان والحرمان، ونحن نعلنها لله تعالى بالاستقامة والإسلام والالتزام. قولها لله جل وعلا. هكذا نعم جميل بفضل الله جل وعلا يرفع إيمان في البدن توحيدا تاما غير ناقص لله سبحانه وتعالى، فهو الله لا إله إلا هو. قولها لله. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله. نعم من في البدن الزوج ينتفضون بالتوحيد والإيمان، ونرجو من كل كبير وصغير أن يقبل على الرحمن طاعة لله عز وجل. هيا إلى الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله تبطل كل عيب في العلم حاسدة تبطل كل عيب في العلم حاسدة تبطل كل عيب في الفهم حاسدة تبطل كل عيب في الذكاء حاسدة تبطل كل عيب في التخرج حاسدة تبطل كل عيب في حسن الكلام حاسدة تبطل كل عيب في اللباس والجمال حاسدة تبطل كل عيب في الخطبة والزواج حاسدة تبطل كل عيب حاسدة شيطان 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 حاسدة في العقل حاسدة في العقل حاسدة في الرأس حاسدة شيطان حاسدة شيطان حاسدة في العقل 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 حاسدة شيطان حاسدة شيطان حاسدة في العقل حاسدة في العقل حاسدة شيطان حاسدة شيطان حاسدة شيطان حاسد في العقل حاسد في العقل حاسد شيطان 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 حاسد حي 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 حاسد ثعبان 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 حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد ثعبان حاسد ثعبان حاسد ثعبان حاسد ثعبان حاسد شيطان 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 حاسد ثعبان حاسد ثعبان حاسد حي حاسد حي حاسد ساحر حاسد ساحر
ساحر حاسدا 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 أي أرفع التوحيد كان لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي حتى ما في البدن في بدن الزوجة أي أرفع التوحيد لا إله إلا الله أبدا لا يرفع التوحيد هكذا منذ وقت طويل استماع صلاة إنصات صلاة إنصات ولكن لا توحيد ولا إسلام تدبر تفكر نعم تردد نعم لكن إسلام لا تسمعوا جميعا نرتقي خطوة خطوة بإذن الله تعالى ومن أبى فالهلك والعذاب من أبى فالحرب والقتال أما بقاؤكم في الأبدان تجولون تصلون تحاربون تعذبون تمرضون لا ما أنزل الله بيد السلطان ما شرعه الله تعالى لا في توراة ولا في إنجيل ولا في قرآن الظلم ظلمات يوم القيامة رفع التوحيد لله عز وجل أنظرتكم النار من في الزوج أسلموا أسلمي يرفع التوحيد قبضوا على التوحيد أسلم يكون لك اتصال ما بين الزوجين اتصال ما بين الزوجين نعم أو من في أبدان الزوجين يكون التنافق ويتقوي بعضهم بعضا هيا إلى الله جل وعلا وإلا سحرت واحدا وفرغت واحدا هنا حتى لا قوة ولا حركة ولا مدد ولا معونة ولا مساعدة فهمتوا الحرب فهم فإن حاولتم بقاء على هذا الحال سنفرق بين الزوجين في العلاج فقط بضرورتي وليكن أمر شديد عليكم بإذن الله تعالى في كل بدن استفرد بكم فهذه وجب أن تفهم ليعلم الأعداء أننا نفهم بإذن الله لأن قال لا يتكلم ونراهم يفكرون في التوحيد ثم يقبلون ثم يحجمون فلا بد أن نفرق بين الجسدين وبين الزوجين في العلاج مفهوم فالأولى لكم الإسلام والاستسلام أنتم تحاربون الآن بمنظومة وبتخطيط فإني أقول لكم هذا لا ينفع ولا يحق المكر السيء إلا بأهله أسلم تسلم أيها الملك أسلم تسلم أيها الشيطان أيها الساحر أيها الحاسد أسلم تسلم يا حاسدة يا حية يا نصرانية يا يهودية أسلموا لله جميعا خدام سحري الآثار واللباس والقلادة والحلي والمرشوش والمأكول والمشروب والدم جميعا أسلموا لله عز وجل يا من جئتم بعهد للطلاق
وجئتم بعهد إسقاط الأجنة ومحق المال والسعادة، أسلموا لله. أراكم في خشوع، نريد أن يهدي تجلى بإذن الله بالإقبال على الله بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أقول ولله من اليوم لا سحر ولا إسقاط للأجنة ولا تشويه للجمال ولا وسواس للزوج. قل ولله من الآن لا حسد ولا غلة، من الآن لا كفر، من الآن بإذن الله تحل عقد اللسان والعناجر والكلام، تحل عقد تشويه الجمال وإسقاط كل جنين، تحل عقد تعقيل الفراش والجماع. قلها لله من اليوم لا سحر ولا كفر، هيا إلى الله. قلها يا كبير، لا أود أن أقوم وأعذبك تعذيب وتفهم، أريدك أن تأتي إلى الله جل وعلا بكامل هيبتك وإقبالك وقوتك واتزانك وإرادتك لله عز وجل. كتسمعني؟ فهيا إلى الله جل وعلا. أنا أصبر عليك الوقت الوقت، أنا أصبر عليك. أراك تقبل ثم تعاود، تقبل ثم تعاود، ترجع مرة أخرى وهكذا. فوالله لن ينفعك إلا الإيمان بالله. كتسمع ولا لن ينفعك إلا الإيمان والإسلام والإحسان به نجاتك وفلاحك. فلا تعذب زوجين ظلما، الظلم حرام. أذكركم جميعا بهذا، أذكركم جميعا بهذا. قال الكلام بقية بإذن رب البرية. أسأل الله أن يهديكم جنا ويهدينا إنسا ويهدينا جميعا للبر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونواصل إن شاء الله جل وعلا بإذن الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طيب تعال تعال حتى تعال عجي يا شيخ، تعال جلس أمامي. قل لي واش حسيتي اثناء الرقية؟ عقل لك كل شيء صح؟ نعم كل شيء جيد. شنو حسيتي؟ دايخ دوك شويه الدوخه حكت. عادي مش مشكل، كنتي ما كتحكمش في يدي، كتحكم في والو، ولكن تتذكر شنو كنتي تاثر؟ تذكر كلش في السحر، في كل شيء، خذك كيتحرك رجليك كتحرك، كتقول كي قلت الحوايج ماكول حسيت الاسلام كنتي هبطي يدك يطلع حسيتي يطلع يعدي هكذا. نعم واضحه، حتى انت شي قلت لك مصاب انت. انا جامي صادي هكذا اول مره كتسال. لا شوف، لما يكون البرد هذا معنا جو حار، البرد لا علاقه بالنوع الجل الموجود ونوع السحر الموجود. فانت اول مره غادي تتاثر بهذا، علاش؟ لان غير الخطاب كان موجه لكم بكم الاثنين. لان اللي في الغالب كتدخل انت الرقيه كياثر كياكدوا على الزوجه. لكن الامر عندكم انتم بجوج، الامور واضحه، الامور شوف ما صعيبهاش، الامور سهله، غير المساله هذاك اللي عندك انت الكبير فيه عناد، هو اللي قابط المنظومه. انا نقول لك شنو غنعملوا باذن الله جل وعلا. ما تمشيوش تسناوني برا. نعم تسناوني برا. اش عندكم ديال الوقت هنا في سنة غدوة الفولتان؟ طيب ماشي مشكل، يلاه تفضلوا ان شاء الله. شنو تسناو؟ لا خذوا معكم ماشي مشكل.